على غرار المعسكرات السابقة، تستمر محافظة أبين في استضافة المعسكرات الداخلية للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها السنية. ويخوض منتخبنا الوطني للناشئين المرحلة الأولى للمعسكر الإعدادي الداخلي بمديرية لودر تحت قيادة المدرب الوطني سامر فضل ومساعده الكابتن علي النونو. ويأتي هذا المعسكر استعداداً للاستحقاقات المقبلة في رزنامة المنتخب الناشئ، ومن ضمنها المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين في أغسطس المقبل، بالإضافة لمشاركة الأحمر الصغير في التصفيات الآسيوية والتي من المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل. أول تدريب منتخب الوطني الناشئين في مدينة لودر، أهل الطيبين، الملعب الجميل. يبدأ منتخب الناشئين أولى حصص التدريب والاستعداد للبطولات القادمة، بطولة غرب آسيا، بطولة العرب، التصفيات الآسيوية للناشئين. المسؤولية كبيرة على عاتقنا جميعا بقيادة الكابتن سامر وبقية أعضاء الجهاز الفني. نحن إن شاء الله نكون صف واحد وكلمة واحدة إنه كيف نحافظ على أن هذا الفريق يكون النواة للمنتخبات القادمة إن شاء الله، الشباب والأولمبي. لاعبو منتخب الناشئين أجروا تدريباتهم وتمارينهم الأولى على ملعب نادي عرفان الرياضي بمشاركة 34 لاعبا، والذي سيخضعون لتدريبات مكثفة يعقبها تقييم لقدرات اللاعبين الفنية والبدنية بهدف اختيار التشكيلة والقائمة النهائية لقوام المنتخب قبل المقادرة باتجاه حضرموت لبدء المرحلة الثانية من الإعداد. يعني احنا بدأنا أول يوم يعني افتتاح او ابتداء للتمارين، وان شاء الله طبعا الاجواء مناسبه، ومشكورين في محافظه ابيان لاستقبالهم وحسن استقبالهم وتجهيز الملعب، وكذلك يعني الجماهير التي ترحب باللاعبين. ويأمل الجهاز الفني للمنتخب ان يصل اللاعبون الى الجاهزيه الكامله قبيل الاستحقاقات المقبله، لا سيما وأن الجمهور اليمني يعلق الكثير من الآمال على هذا المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية والذهاب بعيدا في المنافسات المقبلة. تدريبات مستمرة ومكثفة على فترتين يجريها لاعب المنتخب الناشئ على أمل تحقيق إنجاز جديد للكرة اليمنية. وكيف سيكون الظهور في الاستحقاقات المقبلة هذه المرة؟ حيدر أحمد لبرنامج الملعب، محافظة أبين.